احنا ما كناش جزء من نشاطات مثلا الحزب الوطني او حزب الحريه والعداله او اي حاجه من هذا النوع. احنا لنا دور قومي. الشباب اللي في الشارع شافوا كده والقيادات السياسيه شافت كده. فالحقيقه الواحد بيفخر بهذه التجربه، وان مرينا طبعا كلنا بفتره صعبه في التقلبات اللي فاتت، انما وصلنا الى البر الاخر الحمد لله. ودلوقتي في معركه مع التطرف والارهاب والدعوه اذن الى التعدديه والفكر المستنير تعود الى المقام الاول، بينما المكتبه بتتسع في نشاطاتها عبر مصر كلها، ولها سفارات للمعرفه في كل الجامعات وفي اماكن اخرى، ولها انشطه كثيره من بيت السيناري في القاهره الى برامج خاصه في كل محافظات مصر. وانا املي كبير جدا ان شاء الله المكتبه بتتم 15 سنه السنه دي، فحان الوقت ان يتسلمها مدير اخر، ويؤكد بذلك مأسسة الفكرة بتاع مكتبة اسكندرية انها تستمر كمؤسسة ان شاء الله تحت قيادة مدير اخر، وتستمر من نجاح الى نجاح بإذن الله.